العجة الغزوية، الرجاء الدعاء لأهل غزة. بيض عدد 5، بنحركهم، بنوضع معلقتين كبار دقيق، بنوضع كمون نص ملعقة صغيرة، بيكنج باودر ملعقة صغيرة، وملح نص ملعقة صغيرة، فلفل أسود نص ملعقة صغيرة، ومهروس الثوم ملعقة طعام أيضا. نحركهم جيد، نوضع فلفل أخضر نصف كوب، بصل نصف كوب، بقدونس نصف كوب، قرنبيط 1 كوب. طبعا ممكن نقلل نوع معين، ممكن نزود نوع معين. لا تحرمونا من دعائكم لأهلي في غزة. حرارة الزيت تكون متوسطة، ممكن نشويهم شوي. في عندي كتير وصفات صحية. المهتم للكيتو دايت ولمريض السكر عندي أكثر من 500 وصفة لمريض السكر وللكيتو دايت. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.